اهلا وسهلا بيكم يا مواليد العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات العقرب ليوم الخميس 9 فبراير، 9 شباط 2023. بالنسبة ليك النهاردة هتبقى جاهز اكتر علشان تبقى عندك نظرة واضحة وناضجة وواقعية لآفاق مستقبلية كتيرة ملحوظة لكل الاشخاص اللي حواليك. النهاردة هتبقى بتنبع دوافعك من احتياجات اساسية ليك، وفيها حاجات كتير فما تمنعهاش من انك تتغير، خاصة لو اتغيرت لصالح حبيبك. الشغف هيبتدي يدخل حياتك من جديد وهتبتدي انت مستمتع بيه اكتر. كل الاجواء اللي عندك هتعتبر متوترة وهتبقى بتثير انتباهك النهاردة وبتشتته، هتعيق كفاءتك. هتبتدي تحصل من خلالها على شوية مساحة انت حبيبها وكنت دايما حابب توصل فيها لمساعيك الواضحة. هتبتدي تتقدم اكتر لشغلك عشان تبقى افضل وترقي نفسك اكتر وتغير نفسك في مجالات كتير كانت في حياتك في الفترة اللي فاتت انت كنت دايما بتتوصى بيها انت بحاجة عشان تشتغل اكتر وتستثمر اكتر. بالنسبة لك النهاردة توقعات العشرية الاولى مواليد 24 اكتوبر ل 3 نوفمبر، هتشجعك السما عشان تطلع اكتر وتجتمع اكتر مع اشخاص حواليك، يبقى عندك تواصل اجتماعي حلو. وقتك حلو عشان تعمل كده وتحافظ من خلاله على علاقات كتير اجتماعية فيها تبادلات طبية واضحة، فيها علاقات متوازنة اكتر. بالنسبة ليك النهاردة توقعات العشرية التانية مواليد 4 نوفمبر ل 13 نوفمبر، النهاردة هتأكد ليك السما على شوية سلوكيات فيها اندفاعات هتبقى بتميل من خلالها تجمع ما بين ناس كتير حواليك، لكن في بعض الأحيان هتبقى في أجواء ودية أكتر، هتكون فيها اتصالات مجزية بالنسبة ليك ومفيدة. بالنسبة ليك النهاردة توقعات العشرية التالتة مواليد 14 نوفمبر ل 22 نوفمبر، هتبقى بتتاوب أكتر النهاردة ما بين الرومانسية وما بين التمرد، في كرم عندك وعدم ثقة في نفس الوقت. على الرغم من ان كل حاجة كانت بتمشي كويس، هتقوم بانك تقطع شوية اوراق عشان تعيد اطلاق حوار اكتر هيشجعك عشان تخرج من صمتك وتحافظ على نفسك في نفس الوقت.